أعزائي مشاهدين قناة سوشي ماستر، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم سوف نتحدث عن السوشي، طريقة تحضيره، أسراره، وعن الكثير من الأشياء التي تخصه. لكن قبل البدء، فضلا وليس أمرا، المرجو الضغط على زر الإعجاب والمشاركة لدعمنا وتشجيعنا على الاستمرار في إنتاج فيديوهات جديدة. أصل وتاريخ السوشي. أولاً، ماذا تعرفون عن السوشي؟ دعوني أخمن، هو الوجبة المفضلة في اليابان، لكن ما لا تعرفونه هو أن أصل السوشي هو الصين، إذ ظهر لأول مرة في القرن الثاني الميلادي، ولم يكن السوشي حينها كما نعرفه اليوم، ففي السابق كانت توضع الأسماك على شكل طبقات مع الأرز في براميل من خشب البامبو، ويتم إغلاقها بإحكام، وتخزن لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وبعدها يتم التخلص من الأرز والاحتفاظ بالسمك الذي يكتسب مذاقا لذيذا وقابلية للاحتفاظ به لمدة طويلة. وقد انتقل السوشي بعد ذلك إلى اليابان، وبالتحديد في القرن الخامس الميلادي، وبحكم أن جغرافية اليابان تتميز بكونها مجموعة من الجزر وكونها أراضي حديثة وفقيرة من حيث المكونات الطبيعية، ويعتمد اليابانيون في استهلاكهم على الأسماك فقط. في بدايات القرن السادس عشر، قام رجل فقير بتسريع عملية التخمير في السوشي، وذلك بإضافة خل الأرز على الأرز، حيث أصبح يتم تحضيره في مدة أقل بكثير من 6 أشهر، وبدأ يبيع منتوجه كوجبة خفيفة في شوارع طوكيو، حيث لقي رواجا كبيرا لدى زبنائه. أنواع السوشي. كان اليابانيون يحضرون السوشي على عدة أشكال، منها الماكي، وتعني اللفافة أو الملفوف، وتكون عبارة عن لفافة من النوري، وهي عبارة عن ورقة مصنوعة من الطحالب وبداخلها القليل من الأرز ومكون واحد الذي تسمى به اللفافة، كماكي السلمون مثلا. الفوتو ماكي، وتعني اللفافة الملكية، وهي تشبه إلى حد كبير الماكي، لكنها تحضر بمجموعة من المكونات، إذ من الممكن أن نجد بداخلها بالإضافة إلى الأرز السلمون والجمبري والأفوكادو والفتان بالإضافة إلى بيض السمك. التي ماكي. التي تعني يد، وماكي تعني لفافة، ومن هنا نفهم أنها تحضر يدويا، على عكس الماكي والفوتو ماكي اللذان يحضران باستعمال الماكي سو، وهو عبارة عن حصيرة مصنوعة من خشب البومو. النيجيري، وهو عبارة عن كرة من الأرز المخلل التي نضع عليها قطعة من السمك كالسلمون أو الأخطبوط أو السمك الأبيض، كما يمكن أن نضع عليها قطعة جمبري مسلوقة. البونكا، وتحضر بنفس طريقة النيجيري، لكن بوضع شريط من النوري حول كرية الأرز ونضع السلمون أو بيض السمك مقطعا قطعا صغيرة. الكاليفورنيا رول، على عكس الماكي، حيث يكون الأرز من الجهة الخارجية للفافة، وقد ظهر هذا النوع في 40ميات القرن الماضي في الولايات المتحدة، وبالخصوص في ولاية كاليفورنيا، ولهذا سمي بهذا الاسم. الأروماكي، يتميز هذا النوع بعدم تحضيره بالأرز، حيث يتم تعويضه بورقة الأرز. الكرانشي، ويتميز هذا النوع عن باقي الأنواع بكونه مطهو، إذ يتم نقع لفافة الفوتو ماكي في خليط من دقيق الطنبورة والماء والبيض، ثم بعد ذلك تتم تغطية اللفافة بالخبز المحمص، ويتم قليها في زيت ساخن جدا. مميزات السوشي. يتميز السوشي بكونه طبقا صحيا، فورقة النور الواحدة تتوفر على نسبة أكبر مما يتوفر عليه كيلوغرام واحد من البرتقال من فيتامين سي، وبالنسبة للأشخاص الذين يتبعون حمية فيمكنهم تناول أي كمية من السوشي دون أي خشية، وكذلك مصابي مرض السكري فبإمكانهم تناوله دون أي مخاوف.
إن أعجبك الفيديو فلا تبخل علينا بالضغط على زر الإعجاب والمشاركة، وشكرا لكم على حسن المتابعة.